والله يعني أنا دنيا كصوت، وحقيقة لا يعني من الأصوات اللي جدا رائعة جدا 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 قد ما بدك. كويس، أنا شخصيا والله 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 هي ثلاثا لا أعلم شو مشكلتها معي، صدقيني إلها سنين بتحكي على هذا الموضوع في الإعلام، والله ما بعرف ليش، يعني ما هو السبب اللي فعلا يعني يخليها إنه يعني تهاجمني بهذه الطريقة، والله بتجرد ما بعرف أنه أنا ما سلمتش عليها. تعرفي إنه بعد ما حكت عني أول مرة شفتها عدة مرات وسلمت عليها، كيف والله ما أنا عارف. فبشكل عام صدقيني والله ليس لدي أي مشكلة معها نهائيا، أنا على الصعيد الشخصي، وبقول لك الله يوفقها، وللأمانة صوت رائع، وأنا بصراحة أحكي لك، لكن أنا متفاجئ منها، يعني ليش بتتعامل بهاي الطريقة. أنا ما بقول لك أنا عفنها ما بتكلم، لأنه صوت والله رائع ربنا الله حقيقة، عفوا يعني ما بعرف ما لي أي طريقة أنه أنا أتواصل معها. بس بشكل عام أنا بقول لها يا عمي أنا زلمي، بقول لك أنا شخصيا مسامحك والله يوفقك، يعني من قلبي.